خلونا ناخذكم الحين لجناح جائزة الملك فيصل واللي مشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب لهالسنة، واللي تستعرض في جناحها أهم إصداراتها واللي وثقت مسيرتها في تكريم الإنجازات العلمية والتي أسهمت في سبيل خير الإنسانية. خلونا نتابع التقرير التالي واللي أعد لنا الزميل نواف العنقري. اليوم احنا في معرضنا اليوم في البوث تبعنا الخاص، هي عبارة عن معرض تعريفي بجائزة الملك فيصل من عام 79، طبعا انشوها اولاد الملك فيصل رحمة الله عليه لتخليد ذكرى والدهم الراحل. انشأوا جائزة باسم جائزة الملك فيصل العالمية بقرار مجلس امناء مؤسسة الملك فيصل عام 77، في ثلاث فروع: خدمة الاسلام، الدراسات الاسلامية، واللغة العربية والادب، ومنحت لاول مرة عام 79. عام 81 اضافوا لها جائزة الطب وجائزة العلوم. بعد ذلك أصبح عندنا خمس فروع: جائزة خدمة الإسلام، جائزة الدراسات الإسلامية، اللغة العربية والأدب، والطب والعلوم. اليوم البوث تبعنا في زي ما أنت شايف في صور تعريفية لعدد الفائزين من عام 79 إلى 2021، 275 فائز على مدى 43 إلى 44 سنة. الجدير بالذكر بأن معظم الفائزين بمعدل 21 فائز على السنين الماضية فازوا بجائزة نوبل بعد ما أخذ جائزة الملك فيصل، سواء في الطب أو في العلوم.